تعطل فين قول لي، ولا انا هسابقك ازاي؟ طيب حلو جدا جدا جدا. يلا لا يا جدعان بقى، اوه اتعطل هنا. ودلوقتي يا جماعه عدنا مع التحدي الزمني. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يلا بينا على التحدي الزمني، والنهارده الدور على محطه اكسايد. يلا بينا، يلا اول محاوله هوبا. طبعا دلوقتي مفيش اي اشباح، دي محاوله كده بس بجرب، وبعد كده بقى ابتدي يظهر لي الاشباح بقى، انتروبي والفضائي وفيلو والمطور. مش عارف اصلا هلاعب في الفضاء ازاي والفيلو ازاي. حلو حلو حلو، لا ما انا كويس فيه اهو. ولي ولي هي هي. ماشي الدنيا ماشيه معايا زي الحلاوه. يا سلام، اوه راح هنا. ماشي لا حلو حلو حلو. ماشي كويس، اوه كملت اللفة من غير ما افقد التربو. هو طبعا دي السرعة اللي بتخليك تفقد التربو وبيرجع تاني اهو. ولي ايه. يا سلام يا سلام، البطارية طلع حلوة اهو يا جدعان. مش قوي يعني. تمام دخلت في دقيقتين 59 ثانية. نشوف بقى انترو في قد ايه التحدي الزمني. حطت اوكسايد 3 دقايق ونص. يا لهوي. يلا بينا يلا بينا عم انتروبي هوبا. ماشي كده انا وصلت عند التربو الازرق. طبعا نسختي القديمه مسابقاني بحبه حلوين، احاول بقى احافظ على التربو الازرق ده. خلاص كده انا هعدي القديم بكتير. ولا ايه؟ بص هو مش محتاج بس ابقى هادي شويه، مش محتاج توتر. ولا ايه؟ لا وتر ايه وتر الصراحه. حلو جدا اهو النسخه القديمه هنا. فقدت برضو السرعه بس مفيش حته تانية اعرف اعمل فيها. ايوه كويس، اثنين اعدل، واحد اثنين ثلاثة، كمان ثلاثة، واحد اثنين. حلو حلو ده ما راحش ولا واحد اثنين ثلاثة. حلو قوي ولا حلو جدا ولا. ماشي اوه معلش تربو هنا، مش مشكلة مش مشكلة. اعمل هنا حلو حلو ولي. اوه سمعت النسخة القديمة. ديت 58. حلو في تحسن بسيط. شوف بقى الفضائي التحدي الزمني، حطيت اوكسايد. النيترو اوكسايد بيخش في 3.27 ثانية. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ يلا بينا يلا يا عم الفضائي هوبا. حلو جدا، اوه السرعه اللي في الاول دي بتفرق جامد جدا. ماشي يلا بينا نجرب بقى. وي حلو حلو ممتاز. ماشي هنا بقى اتنين بسرعة. ماشي ملحقتش اتنين، يبقى واحدة مش مشكلة. تلاتة، واحد اتنين تلاتة. حلو اوي هنا تمشي عادي 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 عادي. طبعا انا بكلم نفسي. اوه ضاعت برضو البتاع. حلو جدا، ما تخبطش ما تخبطش. ولسه برضه في سنس صغنطت خالص ناقص كده معايا. و اس دقيقتين 53 ثانية، ممكن انزل ادخل في وقت اقل من كده لو ما ضيعتش التربو في النص. تعالوا نشوف بقى فيلو في قد ايه. طيب التحدي الزمني محطة اوكسايد،
فيلو في 3 دقايق و13 ثانيه، يعني انا فارق عن فيلو 20 ثانيه. انا خايف اكون غالب المطور تاني والله. طب هو كده ايه يعني؟ هو انا كده مستواي تطور ولا الطرق دي بقت اسهل ولا ايه؟ ايه يعني؟ انا فاكر اول طريق خالص لما لعبته، انا لعبت مرتين محاولتين عشان اغلب فيلو مش المطور. يعني حد يرد عليا بقى يقول لي الطرق بقت اسهل ولا المستوى تطور؟ يعني لو لعبت الطرق القديمه هبقى احسن ولا بقى انا برضو نفس البتاع ولا؟ يلا بينا، يلا بينا عم فيلو. هوبا، حلوه الانطلاقه. اوه ده فيلو اللي قدامي مش شخصيتي القديمه. تعالى لا فيلو، لا تعالى لا فيلو، لا تعالى. حلو، اخد السرعه دي واسابقك. ايوه ولي ولي. طب ما فيلو بيبدا بدايه كويسه، امال ايه بقى؟ بيفقد التربو الازرق. ماشي يلا دلوقتي بقى خلينا مع المهم بقى، نمسك التربو الازرق ونحافظ عليه. هوبا ان شاء الله حافظ عليه. 3 لفات، 1 2. حلو، ودي الموضوع جميل وسهل اهو يا جدعان. امال احنا كنا مصعبينها ليه على نفسنا؟ يا سلام. حلو حلو حلو. هي مرة ثانية. تمام. ماشي يا سلام يا سلام. ماشي اللفة الأخيرة. ولي يا ولي يا ولي ولي. بس تعترقوا ال3 لفات. 2:48 ونص. تعال نشوف بقى المطور في قد ايه. التحدي الزمني حاطط اوكسايد. اوه يا نهار ازرق، شايفين الفرق قد ايه يا جدعان؟ يعني انا دخلت في 2:48 ونص، هو 2:48 و40 من 100، فرق 10 من 100 بس. ها يلا بينا يا عم المطور، يلا بينا اعمل مطور سباستيان. هوبا سباستيان. شكلهم حلوين، شكلهم تعمين. بص يا ياض احضر الحيط على الاخر كده. ولا 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 ولا. ماشي ماشي لسه في الاول. تمام، فرق عبيط لسه. ولا انا اهم حاجه سابق نسختي القديمه، افرق عنها بس شويه كده ربع ثانيه ولا حاجه بقى ضمنت ان انا غلبت المطور ان شاء الله. ماشي حلو حلو حلو. ولا ايه؟
ماشي كويس كويس كويس. ايوه انا قرأت عن نسختي القديمه حبه حلوين على الخريطه اهو، اكتر من ربع ثانيه ولا حاجه او ربع ثانيه. امال ازاي لسه ما عدتش مطور؟ ولا هو هيتاخر سنه مثلا هيتعطل ولا ايه؟ ولا انا قريت الارقام غلط؟ ماشي ماشي حلو حلو حلو. اللفات الأخيرة ولغاية دلوقتي ما جبتوش. خد يا تعطل فين قول لي، ولا انا هسابقك ازاي؟ طيب حلو جدا جدا جدا. هلا لا يا جدعان بقى، اوه اتعطل هنا 247 ثانية وهزمت المطور. يا جدعان انا بقيت عادي بغلب المطورين كده عادي يعني، صباح الفل. بس ده كان اخر طريق في سلسله كراش العاديه، يعني بعد كده بدايه من بكره ان شاء الله هندخل بقى على الطرق اللي هي نايترو كارت اللي انا اصلا عمري ما لعبتها غير هنا في البلايستيشن 4 بس، فانا لسه مش حافظها كويس، فربنا يسهل بقى بكره نبتدي معاها. ويلا سلام.